أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي المؤشر، والذي نسلط فيه الضوء على حركة التداولات في بورصة الكويت. ننتقل سريعا إلى البورصة، ينضم إلينا من هناك الزميل عايد العنزي. أهلا بك عايد، تفضل. مساء الخير زينب، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا زينب هي جلسة إيجابية، جلسة خضراء، جلسة بقوة شرائية جيدة. لاحظنا الارتفاعات الممتازة لكثير من الشركات وخاصة شركات السوق الأول. القطاع المصرفي استكمل النشاط اللي بدأ في الأسبوع الماضي. لاحظنا كذلك نشاط أكثر من شركة وخاصة بعض الشركات في السوق الرئيسي اليوم جنت أرباح، ولكن في المقابل هناك شركات تحركت تحرك جدا ممتاز. ولكن حاليا السوق بدأ يفقد بعض المكاسب اللي بدأ فيها هذه الجلسة، وما زالت التداولات مشاهدينا الكرام شغالة حتى هذه اللحظة. لاحظنا اليوم ارتداد بعض الشركات اللي تراجعت يوم الخميس الماضي في السوق الأول. لاحظنا الأهلي المتحد البحريني، لاحظنا اليوم في هذه الجلسة إيفا كذلك بضم الشركات اللي تراجعت في الأسبوع الماضي، لاحظنا ارتداد جدا طيب لهذه الشركة. يعني في أكثر من شركة اليوم نشط الغاية وفيها تداولات جدا إيجابية. أتوقع راح يكون هناك استمرارية للنشاط حتى في الإخفالات ما قبل المزاد ومن ثم بإخفالات المزاد. خلينا نشوف معكم مشاهدينا الكرام هذه اللحظات الأخيرة، وأعتقد أن سكرنا يمكن حاليا أو في اللحظات الأخيرة قبل الإخفال عند 12:30، ومن ثم نبدأ الحديث إن شاء الله عن إخفالات المزاد. ولكن هذه اللحظات أعتقد أن يعني لحظات ثواني معدودة، ثواني معدودة حاليا قاعد نشوف الثواني الأخيرة من عمر هذه الجلسة مشاهدين الكرام قبل إخفال المزاد. المؤشرات جميعها في المنطقة الخضراء، 19 نقطة السوق الأول، 7 نقاط السوق الرئيسي، السوق العام 15 نقطة، 14 نقطة. اللحظات الأخيرة لاحظ تخصيص أعيان العقارية، عربية عقارية نشطة في هذه الجلسة، عقارات الكويت كذلك الدولي كذلك مشاهدين الكرام. خلاص سكرنا حاليا، سكرنا بارتفاع 19 نقطة و13 نقطة في السوق الأول، و7 نقاط و16 نقطة في السوق الرئيسي، فيما السوق العام 15 نقطة و16 نقطة. السيولة 66 مليون و900، يوم الخميس 69 مليون و900، يعني فرق عن الخميس حوالي 3 مليون. ولكن يعتقد أتمنى أن يكون إخفال المزاد مميز ويكون هناك دخول إيجابي على بعض الشركات وتعويض الخسائر بصورة واضحة، بالتعويض القصدي السيولة اللي بدأنا فيها الخميس بصورة أفضل. وطبعا ما قلنا هذه الجلسة فيها الدولة جيدة، عودة الروح لأكثر من شركة مشاهدين الكرام، خاصة الصناعات الوطنية اليوم ردت فيها الروح بعد أن تراجعت لفترة طويلة جدا. عودة الروح إلى كثير من شركات السوق الأول راح أتكلم عنها وبكميات بسيطة جدا، بكميات كبيرة جدا. وكذلك الأهلي المتحد البحريني اللي كان وضعيته كان سلبية يوم الخميس بسبب البيع الأخير اللي كان من بسبب الأوزان من فوتسي. لاحظنا تراجع الأهلي البحريني إلى 232، اليوم البحريني يحاول 236 237. لاحظنا أكثر من شركة اليوم وضعيتها جيدة، خاصة بعض الشركات القيادية. بوبيان بتكماويات اليوم نشط الغاية، وطبعا بوبيان بتكماويات الأسبوع القادم هو تاريخ الحيازة. اليوم عندي تاريخ الحيازة فقط لبرغان، باكر عندي الوطنيه العقاريه تاريخ الحيازه اخر يوم، طبعا اليوم برغان اخر يوم توزيع 5 نقدي 5 منحه. لاحظنا كذلك مشاهدي الاسبوع طبعا باكر عندي الوطنيه العقاريه، اليوم نشط الغايه الوطنيه العقاريه قبل اقفالات او قبل طبعا الدخول في تاريخ الحيازه غدا، اليوم نشطه كميات تداول كبيره جدا. يتوقع مشاهدي الكرام استمراريه هذا النشاط حتى في جلسه غد ان شاء الله. نشوف معكم مشاهدي الكرام اقفالات المزاد، واذا كان في اي جديد في اقفالات المزاد راح نلقي الضوء عليه ان شاء الله، ونتكلم كذلك عن بعض الشركات المتداوله في هذه الجلسة، خاصة الكميات الأكبر والكميات الأكثر في تداولات هذه الجلسة. لاحظ مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات نشوف الوطني بعد أن كان مرتفع حوالي 3 فلوس 4 فلوس عاد ليستقر بتداولات 1,600,000. بنك الخليج كذلك كان مرتفع ارتفاع جدا جيد لكن عاد ليستقر. الدولي كان مرتفع فلس تقريبا لكن رد مرة ثانية واستقر. برغان 248، مثل ما قلنا برغان اليوم آخر تاريخ حيازة لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. بيتك نشط الغاية لكن وصل اليوم مستويات سعرية أكثر تقريبا 78 تقريبا أو 79، ورد مرة ثانية فقد بعض هذه المكاسب حاليا 3 فلوس 775. بنك بوبيان مستمر في النشاط الإيجابي، بوبيان مستمر في النشاط الإيجابي 713. وأنا قبل فترة قاعد أقول احتمال بوبيان يقترب من بيتك وحاليا يقترب جميعهم في مستوى 700 فلس. أما استثمارات الوطنية تتراجع في هذه الجلسة مشاهدينا الكرام. طبعا استثمارات الوطنية صعدت الأسبوع الماضي بناء على أن هناك يعني بيع حصة، طبعا هي تملك في أسيكو، في تملك في آسف في السكب، تملك في السكب، والسكب ناويين يبيعون
الارض اللي عليها المشروع. لذلك طبعا راح يكون مبلغ كبير جدا، 25 مليون ونص اقل مبلغ راح يكون. اعتقد ان تملك بنسبه كبيره جدا الملكيه الثانيه بعد بوبيان بتكماويات، الملكيه الثانيه بعد بوبيان بتكماويات. لذلك هذا السبب كان هو السبب من ضمن الاسباب اللي ادت الى صعود الاستثمارات الوطنيه في الجلسات الماضيه في الاسبوع الماضي. نستكمل الحديث مشاهدينا الكرام في السوق الاول قبل اقفالات المزاد واللحظات الاخيره من عمر هذه الجلسه، ونامل التوفيق للجميع، وان شاء الله تكون الاقفالات ايجابيه، اقفالات خضراء، اقفالات فيها قوه شرائيه كبيره جدا، وهذا ما نتمنى حتى ترتفع السيوله اللي تصل الى مصاف يوم الخميس الماضي على اقل شيء 69 مليون. نشوف معاكم بعد الاستثمارات الوطنيه مشاهدينا الكرام. مشاريع الكويت ارتفاع 4 فلس، الامتياز يتراجع فلس واحد، عقارات الكويت فلس واحد ارتفاع، المباني مستقرة، الصناعات الوطنية ب4 فلس ارتفاعا، كيبلات ب5 فلس كيبلات تراجعا في هذه الجلسة. طبعا جني أرباح مستحق بعد صعود قوي جدا الفترة الماضية، بوبيان كمويات نشطة في هذه الجلسة مشاهدينا الكرام، ومثل ما قلنا الأسبوع القادم هو تاريخ الحيازة لبوبيان كمويات، أعتقد يوم 28 الاثنين، مو هذا مباشر، الاثنين اللي بعده. الجرانيت تتراجع في هذه الجلسة، وكذلك نلاحظ زين المتراجعة فلسين، وهيومن سوفت بارتفاع 16 فلس، الاهلي المتحد البحريني ب4 فلس ارتفاعا، وكذلك بنك وربه المتراجع بفلس واحد بعد ان كان متماسك عند مستوى 260، ميزان 3 فلس تراجعا، المتكامل على استقرار، شمال الزور يرتفع فلس واحد في هذه الجلسه، والبورصه تتراجع ب9 فلس. هذا بالنسبه مشاهدينا الكرام لاقفال المزاد بالنسبه لكثير من الشركات القياديه حتى هذه اللحظه، وباجي تقريبا 4 دقائق بالضبط مشاهدينا الكرام، أو 3 دقائق ونص نستطيع أن نقول. نذهب مباشرة للسوق الأول ونشوف وضعية هذا السوق. إيفا اليوم نشطة، إقفال كان سلبي يوم الخميس الماضي 119، اليوم ترتد إيفا إلى 123، لكن حاليا في عروض عند 117، مطلوبة 123 120 ألف، تداولها اليوم 7 مليون و166 لإيفا. الساحل ارتفع ب 14 فلس، البيت ارتفع كذلك 17 فلس، أرزان بفلس واحد ارتفاعا، المركز المالي كذلك بفلس واحد ارتفاعا، الأولى تتراجع فلس ونص. يعني الكل يتساءل، الأولى الكل يتساءل ليش الاولى بهذا الضغط وهذا البيع 9 او 10 مليون تقريبا داول الاولى. الخليجي يتراجع 4 فلس، الخليجي يعني اعتقد ان جني ارباح مستحق بعد الصعود في الايام الماضيه، اعيان تراجعت ب4 فلس في هذه الجلسه وضغط بيعي واضح على اعيان، بيان كذلك تتراجع، اصول تتراجع، كيفك المستقره في مكامكو على تراجع فلس واحد، الوطنيه الدوليه القابضه كذلك جني ارباح مستحق بعد صعود الفتره الماضيه، يونيكاب تتراجع ب10 فلس يونيكاب وبتداولات 446 ألف، في تداولات الاكثر اليوم عندي انا وطني دولي الغابض رغم تراجعها 3 مليون و956، مدار تتراجع بتداولات 462، الديره على تراجع، اكتتاب في تماسك، في تماسك في اقفال المزاد، عندك اكتتاب راح تتراجع، راح تفقد بعض المكاسب، يعني حاليا 10 الفلس راح تكون في 10 الفلس، صكوك المتراجعه في هذه الجلسه احتمال يعني صكوك دخول افضل، دخول يعني راح تستقر في نهايه هذه الجلسه بناء على اخر الاقفالات. نشوف نور المميزه في هذه الجلسه بداولاتها 841 لنور، نور اعتقد انها سوف تذهب لاكثر ارتفاعا اعتقد مع نهايه هذه الجلسه. باجي مشاهدينا الكرام اعتقد دقيقة وشوي لإقفال المزاد في هذه الجلسة. أما بالنسبة لبقية الشركات الأخرى، تبديل الاستثمارية على ارتفاع لاحظ اللون الأخضر للسورية لآسيا وكذلك للمغاربية، والآسيا آسيا حاليا بيرتفع جيد مشاهدين الكرام، المغاربية كذلك بيرتفع، شركات التأمين عندي خليج التأمين، الأهلية للتأمين وبيرتفع لون أخضر، في موربة للتأمين على تراجع، وأولى للتأمين التكافلي ووثاق على استقرار، متحدة اليوم عقارات المتحدة على تراجع، الوطنية العقارية 209، نشاط واضح للوطنية العقارية بداولات 62 مليون 800، كان الشراء واضح يوم الخميس الماضي على الوطنية العقارية، وكان في شراء قوي جدا، وكان في دخول مميز للوطنية العقارية مشاهدينا الكرام، ولاحظنا الارتفاعات في الكميات المتداولة في الآونة الأخيرة على الوطنية العقارية. لذلك جلسة اليوم هي انعكاس لجلسة الأسبوع الماضي، طبعا الأسبوع الماضي قفلنا على استقرار تقريبا، لكن هذه الجلسة لا، الوطنية العقارية أبت إلا أن تكون نشطة في هذه الجلسة، وباكر هو تاريخ الحيازة للوطنية العقارية لتوزيع 5% منها، لتوزيع 5% منها. لذلك النشاط استباقي قبل جلسة القد اللي فيها توزيعات وفيها آخر يوم لتاريخ الحيازة. نكمل معكم مشاهدين الكرام، أعتقد أن حدشينا في المزاد حاليا، ونشوف هل المزاد متى راح يكون، بأي ثانية من الثواني، هل مع الثواني الأولى بالدقيقة 38 أو بعد الدقيقة 39، هذا راح يبين معي في هذه اللحظات. لذلك أذهب مباشرة المشاهدين الكرام لإقفالات المزاد في أول جلسات هذا الأسبوع، ونأمل بأن تكون هذه الإقفالات إقفالات مميزة، إقفالات فيها دخول قوي جدا ترتفع فيه سهولة إن شاء الله. إلى الإقفالات، إلى المزاد مشاهدينا الكرام، وإلى وضعية هذه الجلسة.
نشوف الوطنية عقارية بتنقل 7 فلوس حاليا، والتمدين العقارية بارتفاع، ودشين المزاد، دشين المزاد حاليا باقي 10 ثواني ودش المزاد. نلاحظ المتحدة بتراجع، الوطنية العقارية 7 فلوس، التمدين العقاري 6 فلوس، أجيال متراجعة في هذه الجلسة. لكن عندي المصالح العقارية، عربية عقارية، الإنماء العقارية، جميعهم في المنطقة الخضراء، واستغلال المستثمرين والتجارية سلام تتراجع في هذه الجلسة مع عيان العقارية وعقار. وفي مرتفعة مزايا 107، كانت مزايا مرتفعة أكثر أثناء الجلسة، كان ارتفاع قوي جدا لمزايا، وصلنا 109 تقريبا. أما تجارة في ارتفاع بعشر الفلس في هذه اللحظات، فيما تراجعت أركان وارتفعت منشآت في هذه الجلسة مشاهدي الكرام، فلسين و18 الفلس. دبي الأولى تتراجع 13 فلس بعد الوصالة تقريبا 81 وشوي. أثناء الجلسة تداولها تقريبا 1,996,000، تداول قوي جدا لدبي الأولى. مدينة الأعمال المستقرة بعد أن كانت في المنطقة الخضراء، منازل تذهب إلى المنطقة الخضراء في نهاية هذه الجلسة. مينا على تراجع، رمال كذلك بتراجع، ارتفاع الاسمنت الكويت والسفن، وها هي الاقفالات، ها هي الاقفالات مشاهدينا الكرام. ارتفع السوق الرئيسي اكثر، ارتفع السوق الرئيسي اكثر، واعتقد السيوله مثل ما ذكرنا مشاهدينا الكرام راح تصل ان شاء الله 68,946,000، يعني ناقصنا 1,000,000 تقريبا ونوصل الى يوم الخميس الماضي 69,900,000. الحصيله واضحه مشاهدينا الكرام، تراجعت كثير من شركات القطاع السوق الاول وخاصه القطاع المصرفي، تراجع الخليج وتراجع الدولي فيما استقر الوطني بعد ان كان لديه مكاسب جدا جيده. بيتك يرتفع في نهايه هذه الجلسه، البوبيان فلسين باجي مشاهدينا الكرام اقل من دقيقه، ومن ثم نذهب ان شاء الله الى جرس الاقفال. المشاريع ب 5 فلوس ارتفاعا 161 المشاريع، المشاريع غير اليوم تداولها 8,600,000 المشاريع. عقارات الكويت كانت مرتفعه اثناء الجلسه ولكن ردت واستغرت ب 11,889,000. الصناعات الوطنيه في المنطقه الخضراء 228 بداوله 32,200,000، والجرين المتراجع ب 6 فلوس، بوبيان كيماويات 5 فلوس 923 702,000 الجرين متراجع بكميه بسيطه جدا. في مزين تتراجع في لسين 588,300,000. هيومن سوفت كذلك مشاهدينا الكرام بارتفاع 16 فلس والافكم فلس واحد، والاهلي المتحد البحريني 3 فلوس مطلوبا، وبنك وربا يتراجع فلس واحد، فيما ميزان كذلك متراجع. خلاص الحين هذا مشاهدينا الكرام الشراء ما بعد المزاد، الشراء بسعر الاقفال، الشراء بسعر الاقفال في نهايه هذه الجلسه. نامل ان نصل الى 70,000,000 ان شاء الله مشاهدينا الكرام. نشوف معاكم بقيه الشركات، شمال الزور المستقر بعد كان متراجع بعد كان مرتفع في الجلسه، وكذلك البورصه المتراجع 9 فلوس. شمال الزور قاعد يستقر وفي قوه شرائيه واضحة عند 237-238، صار له فترة طويلة جدا، لكن الإقفالات دائما الإقفال عند 237، الجلسة الثالثة أو الرابعة على التوالي عند هذا المستوى. في تداولات اليوم 1,100,000، كل يوم في تداولات واضحة عند هذه المستويات السعرية. فيما نلاحظ مشاهدينا الكرام طبعا السوق الرئيسي في هذه الجلسة، وضعية هذا السوق عندي أنا مثلا قاعد اشوف البريق ترتفع 10 الفلس، المتحد الكويتي يتراجع فلسين، الكويتيه تراجع فلس واحد، المساكن تتراجع، ودلقان كذلك يتراجع، عمار تتراجع، عندي العيد يرتفع فلس، العيد مستوى 200 فلس، عيد للاغذيه، نشاط واضح لهذه الشركه، شركه وزعت وردت مره ثانيه سعر فوق سعرها. لاحظ التسهيلات المستقره، ايفا 123 لايفا، دخول قوي جدا لايفا في هذه الجلسه، دورت 7,500,000 تقريبا. الساحل كذلك مشاهدينا الكرام 17 الفلس ارتفاعا، والبيت 18 الفلس، والمركز المالي فلسين. فيما الاولى مثل ما ذكرنا الاولى تراجعات غير مبرره للاولى، اسباب هذه التراجعات لا اعلم، ولكن هي تراجعات واضحه للاولى رغم وجود قوه شرائيه كبيره جدا 10,400,000 الاولى. الخليجي يتراجع 6 فلوس 293 الخليجي في نهايه هذه الجلسه معروضا الخليجي. فيما نلاحظ اعيان متراجع ب 4 فلوس، بيان بارتفاع ب 10 الفلس، اصول كذلك تتراجع، كيفك بارتفاع، كامكو المتراجع، وطني الدولي الغامض كذلك متراجع، يونيكاب المتراجع، وكذلك نلاحظ مدار والديره كذلك بتراجع، في اكتتاب في المنطقه الخضراء، والنور بارتفاع، التمديد الاستثماري بارتفاع. طبعا هناك تساؤلات كثيره واقف عند المدينه حاليا، المدينه كثير من اخواني يتساءل متى عوده المدينه للتداول، متى ترد يا جماعه القرار عند هيئه اسواق المال، اجوان والمدينه عند هيئه، وكذلك اللوجستيك، ثلاث شركات عند هيئه اسواق المال، المتطلبات من هيئه اسواق المال لهذه الشركات، متى ما نفذوا هذه المتطلبات اعتقد الوضع راح يكون مغاير، راح يكون الوضع غير ان شاء الله. اما بالنسبه لبقيه الشركات مشاهدينا الكرام فقاعد اشوف اسيا انا ارتفاع 13 الفلس، المغاربيه ب 14 الفلس، وكذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام عندي انا الخليج للتامين، عندي الاهليه للتامين ارتفاع جدا جيد، وربا للتامين المتراجعه، والاحظ الوطنيه العقاريه 7 فلوس 209، نشاط واضح للوطنيه العقاريه، المتحده يعني من قبل شوي كانت 208 حاليا 209، التمديد الاستثماريه كذلك اجيال المتراجعه، ارتفاع المصالح العقاريه، عربيه عقاريه، الانماء العقاريه، ارتفاعات جدا جيده
سلام المتراجع عيان العقارية عقار كذلك بتراجع ارتفاع لمزايا وارتفاع لتجارة في هذه الجلسة. فيما نلاحظ مشاهدينا الكرام عندي أنا أركان المتراجعة فلسين ودبي الأولى تراجع عشري الفلس بعد أن كانت مرتفعة ارتفاع جدا جيد. مدينة الأعمال تستقر، ميناء متراجعة نصف فلس ورمال كذلك المتراجعة. مشاهدين الكرام فيما نلاحظ اسمنت الكويت فلسين ارتفاع عن السفن، كذلك فلسين بورتلاند بعشر فلوس. الورقية ارتفاع جيد، السكب كذلك بيرتفع جدا جيد، أسيكو على تراجع. ونلاحظ استهلاكية بارتفاع في هذه الجلسة، وربا كابيتال والسينما على تراجع، سينما 20 فلس، فنادق وسينرجي والتعليمية 13 فلس، التعليمية ارتفاعا 13 فلس التعليمية عند مستوى 680 تداول قياسي للتعليمية. نادرا ما نرى هذه التداولات على التعليمية، 467 للتعليمية، نادرا ما نرى هذه التداولات على التعليمية. أما بالنسبة للتنظيف بارتفاع برك السلطان كذلك بارتفاع 3 فلوس، برك السلطان 213. يختفي أثر الوطنية العقارية، يختفي أثر الوطنية العقارية فيما أريده بسبع فلوس، الرابطة ب13 فلس ارتفاعا، المعامل 8 فلوس. مشاهدينا الكرام ونلاحظ الآن كذلك بارتفاع عن نشط اليوم تداول 11,151,000 الآن. فيما نلاحظ بقية الشركات الأخرى كالتخصيص اليوم المرتفعة وبيت الطاقة كذلك بارتفاع 13 الفلس، بترو قلف 10 الفلس. نلاحظ مشاهدينا الكرام آبار بفلس واحد، إيفا فنادق تتراجع في هذه الجلسة، المشتركة كذلك بتراجع، أسس المتراجعة، يوباك المتراجعة كذلك، منتزهات ب17 الفلس، التقدم التكنولوجي تراجع 52 فلس، التقدم التكنولوجي 52 فلس تراجعا للتقدم التكنولوجي. فيما نلاحظ مشاهدينا الكرام ياكل طبية 7 فلوس، الجزيرة بفلس واحد، فيوتشر كيد كذلك المتراجع فلس و19 الفلس. والشارجة اليوم اسمنت الشارجة تداول قياسي، طبعا الشارجة طلبت الانسحاب من سوق الكويت، الشارجة طلبت الانسحاب من سوق الكويت وراح تروح لسوق دبي. اليوم نشاط واضح على الشارجة، سمنت الشارجة 13 فلس وبتداولات غير مسبوقة 1,414,000 تداولات غير مسبوقة على الشارجة. لذلك مشاهدي الكرام يعني نشوف هذه التداولات نادرا ما نراها في بعض الشركات. نكمل معاكم مشاهدي الكرام بقية الشركات الأخرى، نشوف أم القوين كذلك باستقرار، الفجيرة على تراجع مع سمنت الأبيض، وإحنا سكرنا حاليا خلاص سكرنا بلدنا مرة واحدة مشاهدي الكرام بسيولة 70 مليون، سيولة 70 مليون وما تمنيناه ووصل مشاهدينا الكرام ل 70 مليون. جي اف اتش الخبر اللي طلع اليوم عن جي اف اتش اللي ان شركة تابعة تتخارج من المحفظة الصناعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وانها من المتوقع من هذا التخارج ان يشك يكون هناك شكل ايجابي على البيانات المالية للمجموعة ويكون هناك ربحية، لكن وين؟ ايش كثر؟ طبعا اتمنى ان يكون هناك اعلان حول هذا الموضوع، او كثر الربحيه راح تكون بالنسبه لاخواننا في جي اف اتش، ايش كثر ربحيه هذا التخارج؟ يعني تخرجت وخلص، لكن ايش كثر هذا التخارج؟ شنو اساس هذا التخارج؟ كثر راح تكون الربحيه؟ هذا الامر مهم جدا مشاهدينا الكرام حتى المستثمري جي اف اتش، حتى تكون الكل يكون على بينه حول هذا الموضوع. انتهينا من هذه الجلسه مشاهدينا الكرام باللون الاخضر لجميع مؤشراتها، نامل ان شاء الله جلسه الغد تكون افضل من هذه الجلسه ونشوف وضعيه اكثر ايجابيه خاصه على السيوله وكذلك الشركات اللي تراجعت في هذه الجلسة ترتد إن شاء الله في جلسة الغد. وكل شكر لزينب ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد. يعني مشاهدينا لاحظنا اليوم نشاط على القطاع المصرفي استكمالا للنشاط السابق على هذا القطاع في هذه الجلسة، يتألق مجددا كالبنك الوطني والخليج وبيتك وبوبيان، كذلك الأهلي المتحد البحرين الذي يرتد بقوة بعد تراجعات يوم الخميس الماضي في معانة بعض الشركات في السوق لجني الأرباح بعد صعودها في الأسبوع الماضي، خاصة المباني والكابلات. وضع بنك بوبيان اليوم إيجابية بسبب أن تاريخ اليوم سوف يكون آخر يوم لحيازة السهم بتوزيع 5% نقدي و5% منحة. في المقابل مشاهدين السوق الرئيسية اليوم في شركات النشطة كالوطنية العقارية وإيفا وبيت الأوراق المالية. فيما هناك أيضا مشاهدين تراجعات أخرى لبعض الشركات لهذا السوق بقيادة أعيان الدولية القابضة والشركة الأولى للاستثمار وبعض الشركات الأخرى. مشاهدين لتسليط الضوء أكثر على أداء السوق يسعدنا أن ينضم إلينا مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر. أستاذ فهد أهلا بك معنا. يعني صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية في أولى جلسات الأسبوع وسط تزايد العمليات الشرائية الانتقائية على العديد من الأسهم، تقييمك لجلسة اليوم أستاذ فهد والعوامل الفنية لصعود السوق تفضل.
اهلا وسهلا فيك اخت زينب، ونرحب باخواننا المشاهدين. طبعا اذا اخذنا جلسه اليوم هي اكيد مواصله مع حركه الاسبوع الماضي، وكان عندنا تقريبا معدل 70 مليون دينار كويتي على معدل تقريبا معظم الخمس جلسات الاسبوع الماضي، وشاهدنا فيها ارتفاعات كثيرة للسوق الأول والرئيسي، وخاصة الشركات ذات الملاءة المالية العالية جدا. الآن احنا على قرب من إغلاقات الربع الثاني، فبدأنا نشوف النشاط السيولة العالية. كذلك جلسة اليوم بنفس المعدل حوالي 70 مليون دينار كويتي لارتفاعات كثير المؤشرات. كذلك هناك في الأخبار الإيجابية تتوالى على كثير من الشركات. أنا أعتقد لا نزال في القوة السوق الرئيسي، أن لا تزال في أسهم لم تصل إلى قيمها العادلة بتوقعاتنا أنها تكون بيانات المالية ربع ثاني تكون لها جيدة جدا بعد يعني تأثيرات أزمة كورونا من السنة الماضية. كذلك شركات السوق الأول نتوقع لها إن شاء الله إغلاقات جيدة في الربع الثاني. كذلك البيانات المالية التي أعتقد سوف تؤثر تأثيرات كبيرة على جميع المؤشرات المالية لهذه الشركات. نعم، مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل والإضاءات. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة لبرنامج المؤشر، دمتم بخير، إلى اللقاء.